أهلين كرم، أنا بمكتبي، تعال عندي. ليش ما بتقدر؟ يا الله منك، وينك هلا؟ طيب ماشي جاي. مرحبا. ايه احكي لشوف شو في. والله ما بعرف اذا هالشي مهم. شو يعني كرم؟ ومن شوي دقيت لي وقلت لي في شي مهم بدك تحكيه. انا قلت لك هيك؟ الصراحة أنا اللي قلت لكرم مشان يدق لك أخي. أنت شو عم تساوي هون؟ سوق أخي، سوق 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 سوق. والله حاسس حالي مثل كأني خاطف خطف. إذا كان خلينا نخطف عن جد. شو فيها يعني؟ حدا منكم يشرح لي شو الموضوع؟ كرم ما دخلوا أبدا، أنا اللي ساويت خطة لأعزمك على الغداء. شو ناطر؟ يلا سوق، أحسن ما أنا سوق عنا. لا دخيلك. إيه يلا بسرعة. خلينا نلعب لعبة أنا وياك، مثلا حكي أنت بدون ما أنا أسألك. ليش؟ شو بك انت؟ اكيد ما جبتك لهون لانه جاي على بالي احكي بالشغل، مو هيك مراد؟ شو ما بدك انا جاهز. انا بعرف هالشي منيح، بس الشي اللي بدي اعرفه مساعده مساعدتك، ليش تركت الشغل؟ هلا فهمت ليش عازمني. طيب وانت ليش حابب تعرف شو صار؟ هذا الشي رح اقول لك اياه، بس تحكي لي طبعا. يلا لشوف، اللي البنت ليه تركت الشغل؟ بدك تتفاجأ على فكرة، لأنه أنا ما قلعتها. يعني من كتر ما عملت منيح البنت استقالت دغري، مو هيك؟ أنت مفكرني عم بتبلاها، مو هيك؟ بس هي عملت شغلة مستحيل أغفر لها، عم تفهم؟ طلعت وحدة فسادة. كيف؟ عم تمزح؟ عن جد ما عم صدق. بس هات لشوف اللي هي شو الحكي اللي ناقلته؟ بدك تقلي أنت ما بتعرف؟ أساساً شلون دريت بالقصة؟ مو العصفورة اللي خبرتك بالمشروع السري؟ بس مو حياة اللي خبرتني عن المشروع السري. مبلا هي. لك والله مو هي اللي قالت لي مراد. لكن شلون عرفت أنت إذا ما كانت هي؟ تعالى خبرتك؟ أخوك المحترم عم يحاول حالياً إنه يعمل من شركة صارتي علامة تجارية مسجلة. والله أنت غريب، تأكد قبل ما تتهمها للبنت. امبارح شفت واحدة من السكرتيرات اللي جاي مع الوفد اللي اجتمعت فيه انت وحياة بالفندق، وهي اللي قالت لي عن فكرة المشروع السري تبعك، مو حياة. انور هذا الموضوع ما بينمزح فيه. اي خلصنا بقى، يعني انا شو مصلحتي اني اكذب؟ البنت ما دخل بالمرة بهاي القصة مراد، ومو هي بنوب اللي قالت لي عن فكرة المشروع؟